السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الاخضر باللومي، وين يخرج عن صمتي في قضيه هذا المدرب المقال وينفي الشائعات. خاطر علاه دروك ماذا بيهم كاش واحد يهدر ولا مدبر واحد انديا يهدر يقول لك اللي يقرا يهدر بالعرض قال المدرب واحد اودي ما هدرش قال لكم ما هدرتش لكم ما هدرتش باللومي ما هدرتش زري اهدر زري اهدر زري وك عايرتون هاني قال لكم يوم دي ستاد ما تهدرش ما تنشروش الغاسيل وسخنه ما تنشروش الغاسيل خرجتو عايرتو هذاك المخنث هذاك الحلوف غوص الحلالي فغوص هذو لي غوص وخرجتو له تتعاينو فيه بعد ما قلتو كيما الاخضر 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 خرجتو عايرتو لا واو لا اليوم جاي جاي الاخضر باللومي يبقى حاجة كبيرة يبقى بعيد يعني بعيد على هاد التفاهات هادو خاطش يعرف بولا الاخضر باللومي كنت تقعد بينك وبين ويخبرك يقول لك يا ودي ما درنا والو خلي هذيك جابت روحو على هذيك جابت روحو انتوما تكلموا على بالكم الحاجه انا الحاجه اللي مدهشتني ضروك امنوني بالله ثلاث نكاسات خلينا من سبع مباريات خمس سنوات لم ينهزم الا سبع مباريات خلينا من سبع مباريات خلينا نهضر لكم على ثلاث نكاسات مباراه امام كوت ديفوار كنا محتاجين باش نربحو مباراة أمام الكاميرون كنا محتاجين يعني يديروا ماتشين يا نربحوا ما روحناش وزيد أمام موريتانيا التي فضحت كل شيء أمام موريتانيا التي فضحت كل شيء لكن الهيصر مسكين الهيصر على بالك شيء يبغي كاين ناس هذو نقول لكم شيء يبغوا أنا نقول لكم شيء يبغي تعطي قرعة تاع حليب يرقد وتقعد تدبخ له النار قدو 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 أنا ماشي يبغي في وزن وشد خالي قول له قدو قدو عندك فيلا تاع كاطيطاج وعندك سبع الواطا رفاهية للرفاهية وعندك 20 كاميو وعندك عندك 1000 مليار في الكونت محطوطة أيا وعندك باسبور شنغن وين ما تبغي تروح هو هكا راقد مسكين وهي ولد وضربوا في المؤخرة تاعو ضرب ضرب في طويل قرة هذا ما كان شك على بالك بلي مازال ما أمنوش على بالك بلي هذا الصدامات على بالكم المدرب هذا على بالكم بلي زوج كوب دافريك ما ربحش فيهم صور فيهم ثلاثة نقط على بالكم بلي ما داكمش كوب ديموند ما على بالكمش خلينا من الدراهم الله يسهل عليه غادي نهضروا حنا نهضروا على الأرقام أنتوما كي تهضروا على الأرقام حنا أنتوما تهضروا أرقام 35 مباراة جاب نتوما افونسي لاريال نتوما في راسكم افونسي لاريال الناس تجبد فيكم باش تفيقوا ارواحوا لقدام ها راهي 2024 هي جايه 2025 هي جايه وانتوما لا 2019 لا تقارعوا انجاز تقارعوا الحلم اللي ما غاديش يتحقق مع هذا المدرب الناس تجبد فيكم يا ودي روح ها راهي وين راهي ها راهي وين راهي ها راهي وين راهي تريك الصحيحه لا 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 ماشي باغيين توخروا من 2019 خايفين تخرجوا من 2019 تفيقوا انا نقول لكم خايفين منها وخرج النجم الدولي السابق الاخضر باللومي عن صمته في قضيه النخب المقال وخروجه واشباله الخرجه المذله يعني خرجت البعير من نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار الكاد وبعدما روجت بعض المصادر الكاذبة يعني المثيرة له نفى الأخضر باللومي كل ما تم تداوله في اليومين الأخيرين بشأن تدعيات يعني فشل المنتخب الجزائري بقيادة هذا الفاشل المقال في نهائيات الكان كوت ديفوار أكد أحد صانع يعني ملحمة خيخون في كأس العالم 1982 في تصريحات لقناة يعني قناة نهار أنه لم يتحدث تماما عن مستقبل هذا المشرف وأضاف الأخضر باللومي أن كل ما يتم تداوله على لسانه من تصريحات هي مجرد شائعات لا أساس لها من صحة سبحان الله وأشار نجم المنتخب الجزائري السابق إلى انزعاجه من
من الأرقى إلى أنه يرفض، يعني وين يرفض الكل، هذا يرفض ويزج اسمه في مثل تلك الأمور مجددا، تأكيده أنه لم يتكلم عن قضية مستقبل يعني هذا المشرف مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليس لي أي دخل لا من بعيد ولا من قريب. أنا لم أطلب المدرب ولم أطلب ببقاء المدرب، يوجد مسؤولين في الاتحادية هما اللي قرروا، ليس الأخضر باللومي هكذا. وتابع النجم الخضر يعني لكرة القدم الجزائرية سابق أنه يتحدى يعني كل من يقول بأنه تكلم أو أدلى بتصريحات حول قضية هذا المشرف، مضيف أنه من يؤكد عكس تصريحاته عليه أن يثبت ذلك بالدليل. خاطش على هذا تعلموا يكذبوا وتعلموا يهضروا، يجيب لنا يا شوبير شوبير يشرب الشراب، شوبير يدير منا شوبير شوبير. وعد اليمات وعد اليمات شتا قال لك؟ وعد اليمات شتا قال لك؟ كيما قالت لك هذيك البقرة المجنونة، قالت لهم شوبير جناد يعطيه 2 ملايين من شهر لشهر وقرعة شراب والناس مأمنة بها. أو قالوا الشيطان هذاك إنسان سقسيت عليه قالوا لي مؤذن في جامع ومنا ومنه الشيطان في السومعة وقيلة ولا مع مؤذن مهم في جامع يأذن للشيطان. الشيطان نبغي نطلق لك التصاور تاوعك يعني في لايروبور هنايا، تشري في الباكي تاع الريف في بيرو طابا، تشري في الباكي تاع الماربورو، تشري يا ودي نحلو الشيطان روحو قيلونا مع النقاش والحكم ورانا ساكتين يا ودي مع النقاش والحكم يا ودي مصورين قاعدة في قهوة غير مع الرجالة، قاعدة في بار مع الرجالة، تمشي غير مع الرجالة، قاعدة سبب تمشي شباب على قلت لك انت ما تمثليش المرأة الجزائرية يا ودي بركوا ما تشكلوا لو قلنا بدي انتم باللوم يهدروا جايين تجروا باللوم يهدروا ادين لا انا وعد كيما ذاك المخنث قال لهم عاجل راو راو يقصف الاعلام الجزائري قال لهم انتم سبب ابعاد زيدان يا ودي وين راه هاتوا وين راهي حاجه ما كاش تكذبوا كي الحبيب تكذبوا بس تو تكذبوا الله يشرب ما فطرش بس تو تكذبوا بس تو تكذبوا. وكانت بعض وسائل الإعلام والناشطون كثر على شبكة التواصل الاجتماعي قد تداولوا تصريحات مثيرة ونسبت للنجم الأخضر باللومي، وبحسب تلك التصريحات التي نفاها باللومي جملة وتفاصيل عن فإن الأخير قال أن هذا المدرب كان هو زعما قال باللي قال هذا المدرب كبير والجزائر ستندم على رحيله، قالك أنا ما هدرش، وعلى الاتحاد الجزائري عدم التسرع في اتخاذ أي قرار في قضية صاحب 48 سنة. يا ولدي قالك أنا ما هدرتش يا ولدي، قالك أنا ما هدرتش يا ولدي، قالك أنا لم أتكلم، قالك لم أكذبكم، غادي يوليو يكذبوكم على بالكم. ديروا لنا ماجر هدر، ديروا لنا ماجر هدر، غادي يوليو يكذبوكم ضروري صحيح. أنا نقولكم ديروا لنا ديروا لنا ديروا لنا باللي يا ودي قالك أنا ما هدرتش، هما يدخلوا بالسيف، هاذيك خطرة ملي قال لكم يا ودي اصطاد يا ودي ما تهدروش على اصطاد عايرتوه. اليوم اللي تتحوسوا تحوسوا قارعوا البطم مين يهدر، قارعوا البطم راه عندكم معزوزي، عندكم راخو كسموه مؤمن، عندكم واحد يبكي، واحد ذلك يبكي في قناة النهار، ذاك اللي يبكي في قناة النهار، عندكم ذاك اللي يخدم معاهم كان يخدم معاهم الاديداس بالكابا، بايع لهم الكونترا تاع الاديداس لهنا خاطش عنده حوانيت في باب زوار في السونت كوميرسيال اللي يجي يدافع على يدافع عليه، بيع كاري لهم لا ليسونس تاع الاديداس كاريها لهم وقيلا 200 مليون في العام، كان كاريها لهم عنده هذاك يدافع. عندكم الاخر يعني الاختصاصي في الثقافه درابكي، عندكم هادو هضروا على هادو، واحد ما هضرش غادي يخرج يكذبكم باللومي. قال لكم انا بريء باللومي، قال لكم انا بريء، انا خاطيني يوم خاطيني لكم ولدو حكرتوه، لا ولدو مش حكرتوه، ولدو بلعتو عليه كاع مع لي بريزيدو تاع الانديه ما يلعبش في الجزائر. خاطش قال كلمه قال يا ودي ما تهدوش على السطاد، عيب تهدر على السطاد، تنشروا الغسيل تاعنا، اما لا بطونه حمراء وتبلومي ما يلعبش الجزائر. تاديها جرى به مزيه نجح، مزيه راه نجح والله نجح البشير.
ما تنساوش عطونا اسهام كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم من جديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو خاوتي.